متوفق. ايه رايك في تجديده للزمالك؟ في ايه؟ في تجديده للزمالك؟ انا شايف طبعا هو اخذ القرار الصح، بس انا بشوف كلام كتير على الفيسبوك ان هو مضحي او مش، انا مش شايف ان هو مضحي. يعني ان انت تقعد في نادي الزمالك بحب جماهير الزمالك وان انت في ظهرك رئيس نادي زي المستشار مرتضى منصور، لا انت كده مش مضحي، انت كده كسبان. كسبان فوق عقدك مثلا 50 60 مليون. يعني هو لو جدد بمليون، لا هو مجدد بخمسه. جمهور الزمالك في ظهره، مجلس اداره بقياده المستشار مرتضى بقوته في ظهره، في الاستوديو بقى هنا في ظهره الزملكاويه. كل دي فلوس يا كابتن، بس مش بتاخدها. في حد بيضحك ولا ايه؟ لا لا ما تقلقش منهم. لا فاهم قصدي؟ بس الفلوس دي بتتاخد، بس مش فلوس بقى. بتتاخد بقى الناس دي كلها في ظهرك. جمهور قد جمهور الزمالك ده مش دي فلوس. صح. حبهم ده مش فلوس.